بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلبتنا اختصاص قسم إدارة المخازن أو إدارة المواد في محاضرتنا اليوم لإجراءات الجلب. في الحقيقة بس مراجعة بسيطة لما اتخذنا أو أخذ في الدرس السابق واللي يتعلق بتصنيف المخزون. تطرقنا إلى أنواع المخزون، وتطرقنا إلى مخزن الخامات والمواد الأولية ومخزن الوقود والأدوات الاحتياطية والمواد الأخرى والمتنوعات ومخزن الإنتاج التام، وكذلك تطرقنا إلى تكلفة المخزون وتكلفة الشراء وكيف تتم عمليات حساب هذه التكاليف من شراء ورسوم جمركية وضرائب أخرى وغيرها، وكذلك تكاليف التحويل اللي كانت تشمل تكاليف تحويل المخزون مباشرة أو التكاليف الأخرى المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة وغيرها، وإعادة سريعة كذلك التكاليف أخرى اللي تشمل تكلفة المخزون فقط عندك تكبدها من أجل جعل المخزون في مكانه وظروفه الحالية وغيرها. اليوم نتطرق إلى موضوع جديد هو عملية الجرد أو الانفنتوري اللي تشمل عملية تأكد من وجود الأصل بصورة ملموسة، ويتم ذلك بإجراء العد أو القياس أو الوزن أو معاينة الأصل، ثم كخطوة مكملة مقارنة ما أسفر عنه هذا الإجراء بما هو مثبت في السجلات والدفاتر. هذا عملية مبسطة لتعريف الجلد. والجلد يثبت فقط وجود الأصل. طبعا ملاحظة مهمة إلى أعزائنا مسؤولي المخازن أو مأموري المخزن، بأن عملية الجلد هي تثبت فقط وجود الأصل، ولكنه في الحقيقة لا يثبت الملكية أو ملكية أو صحة القيمة الدفترية له. ليش؟ لأن التحقق من ملكية الأصل وصحة قيمته الدفترية يتطلب استخدام مصادر إضافية أخرى للأدلة وكذلك البراهين والاستنتاجات مثل السجلات والمستندات والدفاتر واحتمال وجود برمجيات أخرى حديثة يمكن استخدامها. اليوم نجي لإجراءات الجرد. تشمل الإجراءات أولا الإجراءات التمهيدية. هذه الإجراءات تشمل على تعيين لجان أو أفراد للجرد والمطابقة. هنا يجب الانتباه أعزائي أنه من غير المعنيين بالمخازن، أي أن يكون خارج نطاق المأمورين المخازن أو الحسابات المخزنية اللي لها علاقة بعمليات الجرد أو الاستلام أو الشحن وترصيد البطاقة المخزنية، وكذلك السجلات وإجراء عمليات القطع وإيقاف التجهيز والاستلام في المخازن. هذه تكون مستثنات من لجان الجرد. هذه الإجراءات التمهيدية تعتبر العامل نمبر 1 في عمليات إجراء الجرد. وعمليات أخرى هي عمليات اللي هي ثانيا عمليات الحصر والعد والقياس. تشمل طبعا على عمليات العد الفعلي أو القياس أو الوزن أو غيرها من المعايير اللي تستخدم في عمليات الحصر، وقد ترافقها إجراءات للفحص لأن ربما تأتي البضاعة أو الأيتمز غير مطابقة فيتم إجراء الفحص عليها لكي لا يتم جردها. وينظم أكيد في هذه المرحلة قوائم الجرد. هنا تبدأ العملية، أصلا تبدأ عملية الجرد من هنا التي تشمل على الأرقام الرمزية، الرموز، الكودات للمواد ومواصفاتها وكمياتها الفعلية والحالية أيضا التي عليها، والرصيد المتبقي في البطاقة المخزنية، وكذلك الرصيد في استاد المخزن. هنا تبدأ العملية بعمليات أيضا جرد وحصر وعد ومطابقة بالنسبة للبطاقة المخزنية والرصيد في استاد المخازن. العامل الثالث في عمليات إجراء الجرد هو المطابقة، اللي تشمل على المطابقة بين نتائج الجرد الفعلي وأرصدة البطاقات المخزنية وأرصدة حسابات استاذ المخزن. هنا العملية تتم فقط المطابقة والمقارنة. العامل الرابع والأخير في عمليات الجرد هو التقييم والتسعير. لابد من تقييم البضاعة وتسعيرها حتى تتم عملية إجراءات الجرد وتختم، حيث توضع أسعار المواد في قوائم الجرد باتباع إحدى طرق التسعير المخزني اللي متعارف عليها، ثم نقارن هذه الأسعار مع القيم التحصيلية الصافية السائدة في السوق بتاريخ الجرد. طبعا أي يوم يتم عبيع الجرد لازم تثبت هذه التواريخ لتثبيت قيمة المخزون وفقا لقاعدة الكلفة أو السوق أيهما أقل.
طبعا فيها حسابات مالية، هنا يجب اتباع هذه الطريقة. طبعا تكون المقارنة اما انفراديا لكل وحدة من المواد او لكل صنف او مجموعة المواد، او مقارنة اجمالية لمجموع البضائع، حتى في هنا عملية تتم اجمالية لقيمة البضائع. طبعا تستثنى من قاعدة الكلفة او السوق ايهما اقل، البضائع القياسية كالمعادن النفيسة والبضائع التالفة والمنتجات الزراعية. هنا هاي العملية تتم بها تقييم وتسعير خاص بخصوصية هذه المواد. لابد أعزائي الطلبة من الإشارة إلى أن المحاسبة عن المخزون تشمل ثلاثة أبعاد، هو البعد المالي والبعد المحاسبي والبعد الرقابي. أرجو في المحاضرة القادمة تهيئة بعض من قبل طلبة الأعزاء تهيئة المواضيع والأسئلة اللي في بالهم وتخص هذه الأبعاد الثلاث. انتهى درسنا لهذا اليوم، وأود توجيه سؤال لطلبتنا الأعزاء، وهو: هل توجد إجراءات أخرى للجرد غير التي ذكرت في هذه المحاضرة؟ أرجو الإجابة أما بتقرير أو بملخص أقل من صفحة، ويتم تقديمها عن طريق الإيميل الخاص لي. شكرا لاستماعكم، وأرجو أن تكون المحاضرة مفيدة، وإلى محاضرات أخرى وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.